الناحية التانية أستاذ عصام العكس تمام. أنت بنيت يعني أنا هاخد بقى من كلام أستاذ أيمن. أولا لا تخضع لكن ماشي هي لا تخضع بس أنا هاخد كلام أستاذ أيمن. أنت حضرتك قلت الأهلي بكرة بطل كأس مصر. طب الأهلي اللي أستاذ أيمن قال إن خسران من بيراميدز، إن لعب ماتش خادع قدام فيوتشر، إن اتعادل مع الجونة، إن اتغلب من سموحة، إن عنده مدرب لسه جديد. فعلى أي أساس هل كل ده ممكن يبقى حافز طبعاً بكرة اللي طبعاً الأهلي؟ لأن الأهلي يعني خبرات تراكمية. الأهلي غلب الزمالك 5 وتعادل الماتش الثاني بسامي قمصان وفريق ناقص 2-2 وكان عنده شوط أول يستطيع فيه التفوق. الأهلي ضرب بيراميدز يعني فريق مدجج بالفلوس والعتاد واللاعبين، وفيوتشر في الآخر كانت تجربة للراجل اللي في دماغه ان ليفل النادي الأهلي بطل القارة وكذا، لعبته هتنفذ ولو القليل يعني. عشان كده هو كان واقف في الماتش مش عارف فيه ايه، وطبعا كان فيه دوش جامد حسب معلوماتي يعني. قال لهم بيراميدز قال لهم انتوا النادي ده انا اعرف عنه بقى كده اكتر منكم. النادي ده لا يجوز معاه هذا التعامل ولا جمهوركم اللي انا شفت منه يعني زي بتقول ايه ناس ممثله للجمهور يعني جزء بسيط جزء بسيط. واحنا في اللي جاي ده ما عندناش اي يعني ملاءة ان احنا نخسر ولا رفاهيه ان انت يبقى في اداء من النوع ده. انا رافض تماما، غير ان انا اتحمل انكم في فتره سابقه كان المعايير طالعه نازله يعني. انتوا عليكم انكم نشتغل ونسمع بعضنا، وانا مش عايز غير التنفيذ، وبالتالي انا بنيت على كده. بالاضافه للإفيه الدائم في ديربي الاهلي والزمالك، وقالوا اخويا العزيز ايمن منذ متى حتى مهما كانت الافضليه يفوز الافضل في احيان كثيره جدا علاقة. في احيان كثيره جدا وخاصه انه ماتش كاس اللي هو جنرال توفيق يوديك حته ويرجعك من حته، ما تقدرش تقول هيخرج بالتعادل اللي هو فريق درجه تانية يضرب ريال مدريد. وبالتالي احنا بقبل المباراة يعني مش والله مش انتصار الايمن ولا الشخص المتواضع يعني، لكن مش هتلاقي حد ايه يقول الكلام ده كل حد. ما انت عشان كده اما جايين النهاردة اما حد يعني دي محسومة اما حد يعني بقى عايز يعني يحنن الحكاية او يصر بس على فكرة انها لا مقياس لها. طبعا لا مقياس لها، لكن في حاجات لازم نقولها للناس بحسب خبراتنا المتواضعة يعني واخبر عشان نوصل حاجة. طيب